3 كوبايات رز بسمتي ابيض، 4 طماطمات متقشرين ومفرومين، 3 فلفل رومي مفروم، 3 بصلات مفرومين، راس ثوم صحيحه كامله زي ما هي. عندنا كمان 6 كوبايات مرقه دجاج، وعلى فكره اللي عنده مرقه خضار ممكن يستخدمها عادي جدا، زيت نباتي و3 ورقات لورا، 3 اعواد من القرفه الخشب، 6 فصوص من الحبهان الصحيح، 6 حبات من القرنفل الصحيح، معلقة صغيرة بهارات برياني، ملح وفلفل اسود. لعمل الدجاج هنحتاج فرخة متقطعة ارباع، تقدروا تقطعوها 8 قطع لو حابين. الفرخة دي هنحتاج معاها كمان معلقتين كبار من الصلصة وزيت نباتي ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ وملح وفلفل اسود. تعالوا نبدأ بتتبيلة الفراخ وندخل بعد كده على الباقي. انا حطيت على النار حلة كبيرة تسخن معايا علشان تبقى سخنه وجاهزه لحد ما نخلص الفراخ. هنحط لها البهارات، الصلصه، ونجيب ملح فلفل زيت ودي كده تتبيلة الفراخ. نخلط، اللي حابب يحط شوية خل ممكن، بس أنا يعني ما بحبوش في التتبيلات، بس في ناس بتحبوه. انا شايفه ان ملوش داعي في الوصفه دي. هنقلب بس كويس قوي، نطمن ان الملح والفلفل والبهارات والصلصه والزيت بقوا تتبيله واحده كده خفيفه، والفراخ متغرقه بيها. اطمنوا كده ان لو في جلد التتبيله نزلت تحته. بس كده هنعمل ايه بقى؟ نجهز الرز. المندي من الحاجات اللي ما بنعملش فيها الفراخ مع الرز في حله واحده، لا ليها طريقه معينه، تكنيك معين بسيط بس بيفرق جدا في النتيجه النهائيه. حلتي الكبيره دي هحط فيها زيت يكفي كل الرز، وهنزل فيها دلوقتي البصل، وضروري جدا ومهم ان البصل ياخد لون ذهبي بني فاتح مش غامق، وده هيفرق جدا في طعم البرياني. انا بحبه ياخد اللون الذهبي الفاتح، فبسيبه على النار لحد ما ياخد اللون ده. هحط التوابل الصحيحه معاه، قرنفل، حبهان، قرفه، ورق لورا، وهقلب. وعندي راس توم صحيحة زي ما هي كده، عايزاكم تحطوها معايا. زي الفل. هنسيب الرز على النار، اسفل بصل على النار لحد ما ياخد اللون الذهبي الفاتح اللي قلت لكم عليه، مش عايزين غامق، عايزين ذهبي فاتح. هديله كمان شويه ملح وشويه فلفل، ممكن رشه من جوزة الطيب. ونطول بالنا عليه ياخد بقى اللون الذهبي الفاتح. بس كده هنسيب البصل لحد ما نوصل للون، ونرجع نضيف بقيه المكونات. اي خضار تاني يعني، لا نضيف الثوم، اسفه، لا نضيف الطماطم ولا الفلفل، الا لما الفراخ دي البصل ده ياخد اللون الذهبي.
لان لو ضفنا الطماطم او الفلفل الاثنين فيهم محتوى عالي من الميه هينزلوا المحتوى ده، هتقف عمليه الكرمله مش هنوصل للون ابدا. فلازم نوصل للون قبل اضافه اي حاجه. والثوم راس الثوم انا سايباها وسط البصل بتنزل طعمها، وهتبقى وسط الرز كمان وهو بيستوي بتنزل طعمها وبتبقى عظيمه زي الفل كده. نقدر نيجي دلوقتي نعمل ايه؟ نضيف البهارات. اللي عنده بهارات برياني او بهارات مندي بيحب يستخدمها مفيش اي مشكله يستخدمها، هتبقى جميله. هقلب تقليبه التوابل دي على النار تفرق جدا في الطعم. هضيف الفلفل تقليبة، هضيف كمان الطماطم، الحاجات الفاضية، ونرجع نبص كده ايه اللي حصل. احنا غطينا بس على الطماطم تغطيايه سريعه كده تنزل لنا ميتها، وبقى عندي الخلطه اللي انتوا شايفينها دي منكهه بالبهارات واخده طعم البصل اللي اطرافه ذهبي والتوابل وكل حاجه. هضيف الرز هقلبه سريعا مع الخلطه دي واسقيه بالميه على طول. هقلب بحب جدا اقلب الرز مع الحاجه، ممكن على فكره اكون طاسقه المرقه واضيف على فكره على طول الرز جواها، بس هو كده بياخد طعم احلى بكتير يبقى لامع وجميل كده. وهاجي دلوقتي بعد التقليبه السريعه جدا دي، مش تقليبه طويله ولا حاجه ولا عايزينه يغير لونه ولا يتحمص ولا اي حاجه، مجرد بس يتشبع من كل النكهات المحطوطه. هاجي اخد من المرقه واسقي، ولو لقيت اني محتاجه اضافه ميه بضيف كمان. وهغطي على الرز، عايزاه يغلي غلوتين يا دوب يبدا يدخل في السوى. ولما يبدا يدخل في السوى هنعمل ايه؟ هنقوم نقلينه في الطبق ونشوف بقى الفراخ هيحصل فيها ايه. اللي انا عايزه اعمله بس اني اظبط الملح، هظبط الملح واغطي عليه. سوى رز عادي جدا شرب جزء كبير من الميه، مش كلها ولكن جزء كبير من الميه. هنقوم اخدينه كده زي ما هو نشيله من على النار، ونجهز طبق بايركس كبير. انا مش لاقيه الطبق البايركس الكبير يا ولاد، فينه؟ هتجيبوا لي طبق بايركس؟ ها؟ ماشي بس بسرعه. الطبق البايركس البيضاوي الكبير، هناخد الرز ده زي ما هو كده ننقله في الطبق البايركس، نغطيه بالفويل، نرص الفراخ من عليه. وهوريكم ده دلوقتي عمل. فرننا سخن ونيجي نجهز الطبق. الرز ده بقى هاخده في الطبق البايركس الكبير ده هنقله. يلا بينا. ادي الرز نقلناه، هوزعه في الطبق كله. هاخد راس التوم دي كده ادفنها كده في النص، واوزع بس كده. ممكن اضيف تنديعة مية بسيطة كده بس مش كتير عشان تعمل لنا بخار يكمل سوى الرز.
وهجيب الورق الفويل هعمل طبقتين كده محترمين، ممكن ثلاثة كمان أفضل. أتأكد إنه يغطي، مهم يكون الورق الفويل كثيف عشان أنا عايزة أحبس كل البخار لتسوية الرز. هجيب الطبق بتاعي ده كده، بصوا سيلوه كويس جدا بالشكل ده. ثبته عليه حلو قوي. وهنيجي بشوكة أو سكينة نعمل كده. فتحت في الفويل متفرقة كده، وهنجيب الفراخ نرصها على الوش، فهتبقى الفراخ بتستوي والرز تحت بيستوي على البخار. بخار الرز بيساعد في سوى الفراخ، والفراخ بتاخد كل العصارة بتاعتها من الخرام دي بتنزلها على الرز، فالموضوع هيبقى ايه عظمة. هترصوا الفراخ كده على الوش، وادي ورك وادي الورك التاني. مفيش مشكلة طبعا ان احنا ناخد التتبيلة دي ندهن بيها الفرخات، وده اللي هعمله دلوقتي. مش التتبيله خالص، كل دي هتنزل على الرز هتنكه فيه وهتنكه الفراخ طبعا، وهي بتستوي تخلي الدنيا احلى بكتير. الفراخ طبعا انتوا ممكن تجهزوها متتبله من قبلها بيوم، وده هيخلي طعمها احلى بكتير. وبس كده جهزت معانا وبقت زي الفل. همسح الاطراف بس، وهاخد طبقي اتبت تاني كده على الفويل، وناخد طبقنا ندخله فرن على درجة حرارة 200، الرف اللي في النص حرارة من فوق وتحت، واللي عنده مروحة توزيع حرارة يشغلها. بسم الله الرحمن الرحيم. عظمة، المندي كده جاهز وزي الفل. بصوا بقى الفراخ بتبقى على الوش كده، هنيجي نرفعها. الفراخ دي ممكن تكون لسه ما استوتش، ممكن هكتشف ده بعد كده، نعمل عليها تيست كده نفتحها. بس طبعا انا وقت الحلقه انا المهم وريتكم الوصفه والفكره، انتوا طبعا هتسيبوها في البيت تستوي. هنشيل الفويل، وهتلاقوا الفويل متجمع عليه شوية عصارة كده، نزلوها على وش الرز. بس وبشوكة كده بصوا الرز فلفلوه كده، يعني متخلوش ملزق. شايفين الجمال؟ ريحته يا جماعة انتوا مش فاهمين عاملة ازاي. رهيبة. اللهم اني صائم ريحته تجنن بجد. ونحط الفراخ
على الوش تاني. حابب بقى يحط مكسرات، اللي حابب يحط زبيب، انا مش هحط اي حاجه. شويه دي اخر سطر وكده نبقى خلصنا. دي كانت حلقتنا النهارده، برضو وجبه فطار، وجبه فطار لذيذه كده ولطيفه وظريفه، وتنفع تتعمل عزومه. يعني المندي ده طبق رئيسي تعمل عزومه. احنا عاملين للتقديم شويه سلطه، مش ناقصكم غير شويه شوربه من وجهه نظري، ويبقى كده اليوم كامل ومتكامل والاكله جميله.